احنا بطبيعه الحال ما يمكن الانسان يتمنى على ان الامور تمشي نحو واحد الانفراج. احنا كمناضلون من اجل المغرب، الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه، هاد الثلاثه ديال الاسس نبغيوها تكون في الوطن كامل، يستافدوا منها جميع المواطنات والمواطنين. لكن من الصعب، وانا رجل قانون، انا محامي، من الصعب ان اصف حكم بوصف معين. اعتقد على انه في المرحله الاستئنافيه يجب ان يقف المرء عند المداخل القانونيه لمعالجه هذا الملف. احيانا نزيغ ونتوه في السياسة ونترك الجانب القانوني الذي هو جانب أساسي. المتابعات أعتقد الأساسي، الشرط الأساسي، وهذه كنقولها دائما، الشرط الأساسي هو أن تتوفر شروط المحاكمة العادلة. وبطبيعة الحال البحث عن مخارج اللي تسمح أن بلادنا حققت واحد المجموعة ديال التراكمات ما سمحوش لأي كان أنه يرجعنا الله. ماشي من المقصود، نخليونا في السياق العام. السياق العام هو أنه حين نعبر عن المواقف يجب أن تكون مواقف مسؤولة، لا بحثا عن ضوء الكاميرات. ما يمكنش ملي نوقف أنا حدا كاميرا نقول كلام، وملي نكون دائما كنقولها ونكون في جانب آخر نقول كلام آخر. نحن أمام محطات البلاد ديالنا، عشت مسارات، لا أنا مثلا غير اللي يجي الآن اليوم كيطالب، كي هناك من يطالب مثلا من ناصر ومن معاه بأنهم يستنفوش الحكم، أنا هذا كنعتبره موقف يعني مغلوط، موقف فيه شويش ديال 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 الشعبوية. علاش نطالب أنا من المتهم على أنه ما يستنفش؟ يستانف، هذاك حق ما عطيه له القانون، عطيه له الدستور، عطيه له المشرع، انه يستانف، يعني عنده يدافع على نفسه في مرحله الاستئناف ويدافع على نفسه في مرحله النقد. جميع الامكانات تحدثت في تدخلي على انه يجب ان نستثمر كل من جهته جميع الامكانات القانونيه والدستوريه، لان الذي يهم هو مستقبل المغرب. لان هناك من يعطي مواقف ولا يبحث بها عن مصلحه المعتقلين، ولا يبحث عن صراحهم بقدر ما يبحث عن وضع آخر يخدمه هو ولا يخدم هؤلاء.